بنحو 90% يعتمد اقتصاد العراق على العائدات النفطية لعدم تنويع مصادر الدخل، ولم تستفد البلاد من مئات المليارات من الدولارات التي جنتها من صادرات النفط بعدما تعرضت نسبة كبيرة منها للهدر نتيجة الفساد. فالدولة التي لديها رابع احتياطي نفطي في العالم باتت تبحث اليوم عما يقرضها لتخطي الضائقة المالية. أنا أعتقد أن العراق مقبل نحو المزيد من الاقتراض الخارجي وحتى الداخلي. لم نسمع بدولة تقترض من دول أوبك إلا العراق، ولهذا أعتقد أن السبب هو الفساد المالي والإداري الموجود في هذا البلد. اقتصاديون دقوا ناقوس الخطر ونبهوا إلى أن استمرار العراق في اعتماده على النفط كمصدر وحيد للدخل قد يقوده إلى الإفلاس في السنوات المقبلة، وخاصة بعدما عمق من أزمته المالية تراجع الإيرادات بسبب تهاوي أسعار البترول وتقليص إنتاجه امتثالا لقرارات منظمة أوبك. العراق إذا يبقى على النفط أنا أؤكد لك يتجه نحو الإفلاس. راح نعتمد على الاقتراض الداخلي، أيضا الاقتراض الداخلي إلى مرحلة من المراحل أيضا ما عندنا هذيك الإمكانية أو الطاقة اللي نقدر نرفد بها ميزانية الدولة. وفي ظل اكتشاف مصادر بديلة للطاقة فإن التوقعات باستمرار الطلب على النفط خاطئة بحسب مختصين، ما يستدعي تطوير صناعات ثانوية كالغاز والبتروكيماويات إلى جانب الثروات المعدنية الأخرى. احنا عندنا ثروات معدنية كبيرة تبدو من السماوة باتجاه الأنبار، هذا الرماد بيها معدن السيليكون، ولاية في أمريكا يسمونها يعني مدينة السيليكون. هنا مدينة السيليكون اللي عندنا بالعراق هي لم تكن مدينة وإنما تقريبا ثلث العراق يحوي على معادن مختلفة بما فيها اليورانيوم. الإصلاح الاقتصادي الشامل يراه أصحاب الاختصاص قارب النجاة الوحيد في هذه الأزمة قبل انزلاق الأوضاع إلى هاوية الإفلاس. شح الموارد المالية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي يعاني بسببها العراق وضعت حكومة الكاظمي في مأزق كبير، لا سيما في ظل تزايد المطالبات بتوفير الوظائف لجيش من العاطلين عن العمل. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.